الدكتور مثلا قحطاني الاعتبار يا عم ما تهزش حد بيكتب يهز الشباب. وبتمنى اذا كانت هناك مشاركات من عدد من الدول العربيه ان يكون العمل قادم ان شاء الله فيه مشاركات من جميع الدول العربيه وان يكون هذا المؤتمر هو اطلاله الى الامام من جانب الشباب العربي. حيث ان المحور الاول تقوم به وزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه باستخدام الذاكره المؤسسيه في اعمال الوزاره والهيئه للدوره المستنديه تضامنا مع الحكومه في برنامج الحكومه الالكترونيه وبالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء لتطوير الاطار المؤسسي. ويحمل المحور الذي يعد مدخل رئيسي للتنميه المستدامه. ضيوفي الكرام، اتمنى انه من خلال ما يسمن عنه المنتدى من توصيات نستطيع مواكبه التقدم المستورد. كثيرا ما نؤكد على الاداره الفاعله في نجاح التنميه الشامله، وكل فرصه استغلها واؤكد مقوله شهيره لبيتر دراكر الذي يقول: لا توجد دول فاشله ولا دول ناجحه، بل هناك اداره ناجحه او اداره فاشله.